بأولى عناويننا لليوم رح نبدأ من الخطوة الأولى يلي ممكن تكون بداية 2020 بعيدا عن المشاكل الزوجية والأسرية، وذلك بالحوار بين الزوجين. كثيرا ما يبدأون الحوار بين الأزواج بالصراحة، ولكن يتوقف عند نقاط الضعف لكل طرف عند الآخر، والختام بمشادة ومشكلة زوجية مضافة إلى سجل الحياة. واليوم رح نحكي بهذا الموضوع مع الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. رح نعرف منها كيف ممكن نبدأ حوار هادف بعيد عن أي مشاكل. سعد صباحك، صباح سنة الخير. حلوة هيك مثل ما بيقولوا، كل عام كل سنة وانتو وانتي بألف سالمة. خير. وانتو بألف خير يا يسعد رب. صباحك. بالبداية ست رهف، خلينا نحكي، يمكن الحوار هو ثقافة جميلة بين الأجيال، فكيف إذا كان بين الزوجين لتكون الأسرة يمكن تأثر على تربية الأولاد والحياة الاجتماعية بشكل عام؟ خلينا نحكي عن أهمية الحوار، وليش بالبداية بنشوف الزوجين بالخطوبة بيكون بحالة من السعادة والهيام وفي حوار متبادل، فجأة هيدا الحوار بيختفي؟ صحيح. هلا دائما هاي المشكله كثير بنواجهها بالاسر، قصه الحوار، انه ببلشوا اول شيء كل واحد بيحكي عن حاله وبيحكي شو اللي بده اياه، بيحكي عن مشاكله، واخر شيء بيتخانقوا. دائما بتوصل بخناقه، ودائما بتوصل انه ما حدا بيرد على الثاني، او من احد الاشياء اللي بتصير، يعني حسب الاستشارات اللي بتجيني، انه بيكونوا عم ببلشوا عم يتناقشوا بموضوع معين، بعدين ايه اوكي خلاص واتفقوا، بعدين الاثنين كل واحد ما حدا بيرد على الثاني ولا كأنه حكوا. ف يعني هذا الموضوع اذا ما تعالج بطريقه صح حيقضوا كل حياتهم الزوجيه وهن ما في اي حوار متبادل، ما في اي حل مشكلات، حيضل في شجار، حيضل في خناق، حيجوا الاولاد كمان عندهم مشاكل حتاثر عليهم، حياثر على حياتهم النفسيه وحياتهم الدراسيه والعمليه. فهون في عنا مشكله كثير كبيره. طيب نسمع عن المشاكل، عنا ياهم، طيب شو الحل؟ هلا اهم شغله انه شو يعني حوار؟ يعني اثنين قاعدين مع بعض عم يحكوا، لكن لما يحكوا اهم شيء انه يكون في شيء اسمه استماع، وهذا الشيء بنسميه استماع تعاطفي. شو يعني استماع تعاطفي؟ انه لما الانسان بيستمع بنيه الفهم وليس بنيه الرد. هي اهم نقطه. اوقات كثير اي شخص بيكون عم يتناقش مع حدا تاني فلسه ما بيستناه، انه عم بده يسكت دغري بيكون نط وجاوبه، بكون عم يدافع عن نفسه، عم يدافع عن نفسه. صحيح. فهون دائما حتى لما نحن عم نستمع، عم نسمع للاخر، بس عم نسمع بأذاننا، ما عم نسمع بكل حواسنا، بقلبنا، بعيوننا. هذا الشيء بيخلينا انه نحن بس عم نفكر شو بدي رد عليه، شو بدي اقول له، فما خليني افهم انا شو المشكله او هو شو بده. فاهم نقطه انه نحن نبلش نعرف انه نفهم، نستمع، نفهم الشخص الاخر شو بده، وعن جد نحط حالنا محله. بيقولوا البس حذاء الاخر، لكن لما بدنا نلبس حذاء الاخر بدنا نخلع حذائنا لحتى نحسن نلبسه بالشكل الصحيح. اما اذا نحن حاطين افكارنا ومعتقداتنا، لما نحن بدنا نستمع للاخر فهون ما منعود نفهم هو شو عم يحكي، بنكون ما دخلنا اصلا بالحوار. وهذا اللي صحيح بدي اسالك عليه استاذه رهف. عاده مشكله بتنشا بين الزوجين او حتى بين اي اثنين عم يتحاوروا، لانه نحن يمكن ما بنعرف اسس الحوار اساسا، مثل ما حكيتي انه انا اسمع لحتى اعرف شو المشكله بالاساس او شو الفكره. ممكن ما يكون في مشكله، لكن فجاه الحوار بيتحول لمشكله، انه الطرفين عم ياخذوا كل واحد جهة، واحد عم بيدافع، واحد عم بيرد. أو طيب يمكن تماما، يعني أو إنه واحد أو المهم إنه أنا أطلع بالنهاية أنا ما علي ذنب. مزبوط. يعني أنا بدخل بالنقاش مع أي شخص أخدم إنه أنا ما بدي يكون علي ذنب، لا أنت الغلطان، لا أنت لأنه عملت هيك فصارت هيك هي النتيجة. طيب هون كيف بنقدر ندخل بنقاش أو بحوار مع أحد الأطراف سواء كانوا زوجين أو أشخاص طبيعيين؟ شو هي أسس الحوار؟ خلينا نبدأ ونعرف الناس شو أسس الحوار. خلينا بالبداية إنه نعرف إنه الأشخاص من وين بتكتسب المهارات تبعها. يعني هلأ اثنين مخطوبين، اثنين تجوزوا، طيب هن كيف عم يعرفوا يتعاملوا مع بعض؟ من وين جابوا المهارة هي؟ هلأ أوقات يقول لك ما بدها شيء، الشغلة بسيطة يعني، فهذا الشيء اللي بيفكروه دائما قبل الزواج، لكن بس يتزوجوا ويصيروا ببيت واحد بلش بقى المشاكل، لأنه كل واحد
بيفكر من منظوره أو بياخد من الأشياء اللي هو حواليه. هلا إما بياخدوها من البيئة المحيطة أو أوقات من خلينا نحكي بشكل عام من المسلسلات. فمعظم الأشخاص بتشوف إنه نحنا كيف عم يتعاملوا بالمسلسلات، فبتصير بتكتسب، خاصة هذا الجيل خلينا نقول اللي بيكون هلأ مبلش طالع، يلي بيكونوا مثلاً أعمارهم أول العشرينات، بيكون لسه ما عندهم خبرة بالحياة، أو إذا كان في نموذج قدامهم أهلهم أقاربهم رفقاتهم هذا هو. فهل بيعرفوا إنه هذا الشيء يعني نفسه ذاته بينطبق على الحياة تبعهم ولا لا؟ فهون بقى بدنا نبلش نفهم نحن شو الشيء اللي عم ناخده من الوسط المحيط. هل هذا الشيء عم ناخده صح؟ هلا اوقات كثير مثلا لما ببلشوا بيتحاوروا كثير مهم انه نحن ما نحكي المشكله، نحكي شو بدنا. يعني خلينا نحكي عن الزوجه، بدها شغله معينه من الزوج، فهي بدل ما تقول له انت عملت انت سويت انت رحت انت اجيت انت ما عملت لي انت ما سويت لي، هون الرجال بلش بيعتبرها نا 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 بلش اوكي ماشي والله ماشي هذا اللي بيصير. بس عم يسمع خلص مثل ما بدك، يا اما بيقول لها مثل ما بدك يا اما بلش بعيط تمام بصرخ مشان يسكتها، وبلشوا بقى هن اثنين بصرخوا والجيران هن اللي بقى بيسمعوا الحوار. ف اوقات كثير بتدخلوا تبعتهم حلوا لكم المشكله تبعكم بس خليكم هادين. فهم بقى خلينا نحكي أول شيء للزوجة، لأنه دائما نحن الزوجة ليش منحاكيها؟ لأنه هي الأكثر مرونة، هي يلي عندها قدرة على استيعاب أكثر. خلينا نقول هي اللي عن الأفهم الأوعى. هي اللي بتدير البيت. فأوقات كتير لما بتكون المرأة هي ذكية وعندها حنكة، أهم نقطة الحنكة، يعني ما تتصرف هيك يعني على طبيعتها. ما تتصرف يعني نحن عندنا المشكله اللي بتصير، بس هي المشكله اللي بتكون مثلا لك كيف مثلا انه انت عم تقولي هي الاوعى والاذكى وهي بس هي كمان المراه بيكون في عليها ضغوطات كثير كبيره، يعني خصوصا المراه العامله عندها بيت واولاد وكذا. أكيد. فحتى تقولي لها انه انت اشتغلي مع كل حواسك، هي على الساعه 6 نص حواسها خلص انت صح حواسها اساسا يعني، فانا بدي تشتغل معه بالحوار. هي بتكون الاستهلاك الجسدي والنفسي وهي للطرفين، بتحس حالها انه هو ما عم يسمعها، فهي بتضل عم تحكي على امل انه هو يسمع منها شيء. هلا كمان حنحكي للرجل الشغله الثانيه، انه هو باعتقاده انه خلص كمان المفهوم العام انه لما يجي على البيت لازم مرته ما تحكي شيء، واذا حكيت هذا معناته نق هيك اخذها. فهو لما ببلش كمان الرجل بغير معتقداته انه لازم يستمع للمراه، لازم يستمع لزوجته ولو لفتره بسيطه. هلا اوقات كثير مثلا بيجيني استشارات رجال بيقولوا لي انه بستمع كثير بسمع فبتعب بالساعات بقى. لا هي يعني كمان في شيء خلينا شيء منه لا كله، فبده يكون في توازن. طبعا لما بيكون في وعي بين الاثنين هون بقى مبلش عن جد الحياه بتبلش صح. وهذا الشيء اللي لازم يشتغلوا عليه من فتره الخطبه، كل واحد لازم يطور حاله، يعرف انه كيف يتعامل مع الاخر. هي بيكون هذا الاتفاق في فتره الخطبه، بعدين بتلاقيهم احلاهم اول فتره، بعدين بقى هلا ليش فتره الخطبه بتلاقي كثير من الهيام؟ لانه الحب بيكون موجود. هي اول شيء بعدين بقول خلص يعني هلا كلهم هالساعتين اللي عم يشوفوا بعض ضروري يتخانقوا. اما لما بيكونوا ببيت واحد خلص يعني موصت انه كل واحد خلص يعني بده يفرجي للثاني طبيعته، بس هو انا يعني بدي ضل يعني امشي على صارت الحياه بقى طبيعيه وخلص يعني خلونا طبيعيين، مجبورين يدخلوا بنقاشات وحوارات ما كانوا يدخلوا فيها اساسا بفتره وما الخطوبة. كان في كل هالمشاكل، يعني كانت مشاكل ابسط وبتنحل بطريقه انه هن اثنين مثلا في عنا كلمه تبع مسايره، انا ما بحب اقول كلمه مسايره، بحب اقول كلمه مرونه او فهم الاخر. مو بس مسايره، التنازل تمام. يعني دائما نحن اذا اثنين دخلوا بنقاش او هي بيصير في شخص بده يتنازل ليراضي الثاني تمام، او تسجيل يعني نقاط على بعض. اي تماما يعني انا هالمره رح مرق هي القصه خلص اوكي هيك بدك اوكي ماشي مثل ما بدك تمام، هالمره انا رح مرق لك. خلينا نحكي عن هي اوكي هذا الموضوع بالنقاش كثير مهم. اول شغله هي القصه مو قصه تمريق يعني صح. هلا اول شغله في مثلا خلينا نقول الزوجه عندها مشكله بدها تحلها تمام، خلينا نقول مثلا مشكله اي شيء مثلا الاولاد اكثر شغله يعني بتصير، فعندها مشكله ما عم يدرسوا مثلا. فاول ما بيجي الزوج مثلا دائما ما جابه
وما تحكي أول ما يجي، لأنه هو بيجي بيكون يعني مثلا عنده ضغوطات الحياة، حتى لو كان يعني الرجل كمان لما بيشتغل كمان عنده ضغوط، فهو طبعا. كمان في شغلة انه دائما بيحب يروح على البيت، انه مفهوم تبعه البيت انا مشان ارتاح مو مشان حدا ينقفه راسي. فاول شغلة يعني حتى انه هي كمان بتكون اوقات عاملة وبتكون تعبانة، لكن خلينا اول شيء نقي الوقت المناسب. هلا كتير من النساء هلا عم تقول امتى هذا الوقت المناسب، اللي دائما ما في هالوقت المناسب عنده. فاول شغله تحاول تدور على الوقت المناسب، هي اول نقطه. ثاني نقطه، لما بدها تحكي تحكي شو المشكله، يعني بعدين ما تقول له ابنك تمام، يعني هي ما تعطيها دغري انه ابنك اليوم مثلا جاب هالعلامه، ابنك حاكوني من المدرسه، ابنك كذا، فهون بقى بتبلش هو بقى بياخذها تبع انا بدي دافع عن حالي. ف تحكي لهم مشكلة فلان صار معه كذا 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 أوكي. هلأ لما بتطرح القصة وبتقول له شو اللي بدها، هلأ دائما كمان الزوجة لازم تفكر كمان هي بحلول. هلأ أوقات بتقول له شو رأيك بهذا الموضوع تمام، وهو أو مثلا بتقول له أنا بدي كذا كذا كذا، فهي حسب الوضع وحسب المشكلة. بدل ما تقعد تقول له مثلا أنا عندي هاي المشكلة ويلا لقينا حل، فهي تساعد بحل المشكلة، هي أول نقطة. بالنسبة للرجل كتير مهم أنه بهالفترة اللي بدهم يتحاوروا فيها أو في نقاش معين يعني يكون آذان صاغية، ما يقعد يمسك الموبايل ولا ايه عم بسمعك، حتى لو كان انه هو عم يسمع. هلا في رجال مثلا من اللي كان بيشتغل شغله سوا تمام، بيحسن انه بس يعني يركز على حاسه السمع. هلا في منه مؤثره، لانه بيقول لك العين مغرفة الكلام طبعاً. يعني طبعاً. لما انا بدي حاكيكي مو فقط لعينك، بعيني كل حواسك تكون صحيح معك صحيح. فكتير مهم انه عن جد يقعد ويستمع لها ويحسسها انه ايه انا عم بفهمك، انا عم بفهم المشكله. مو دائما يحط بباله يغير هذا المعتقد تبع انه هي بس جايه مشان تنقلي، هي اهم نقطه. بعدين ببلشوا بقى بيحطوا نقاط، مثلا عندنا المشكله الفلانيه خلينا نحط شو في عندنا حلول، يعملوا تبع العصف الذهني، مو كل واحد تبع إيه لا هذا الحل مو مناسب، جربنا قبل إيه لا مو منيح. لما كل واحد بيعطي الثاني وبيصده فهون كمان بينتهى اخر شيء، لا بتنحل المشكله لا بيعود في نقاش ولا حوار، بصير في خناق. كثير مهم نستخدم عن جد اسلوب العصف الذهني، خلينا نحط شو في حلول بعدين نمسكهم واحد واحد ونبلش منشوف. بس كثير الناس تكون عم تتابعنا بتقول لك ما عندي هذا الوقت او عندي هي، هلا عندهم وقت ليتخانقوا للاسف، في عندك محيط مؤثر، لا في وقت للخناق بس ما في وقت للحلول، ما في وقت للشغلات المنيحة. في كتير ناس بتقول لك مثلا المحيط الاجتماعي قديش بيأثر، العائلة الأهل، لأنه مثلا الأم بتقول لك ابنك على ما ربيتيه، مثلا جوزك على ما عودتيه، بتدخل في كتير تفاصيل حياتية بتدخل صحيح. بالأجواء بين الزوجين صحيح. والأهم من هذا يمكن بعد العشرة مثلا سنتين ثلاثة ما بقى لازم يكون في عندك هيدا الاختلاف وهيدا النقاش وهي المشاكل، لأنه أنا خلص عرفت طباعك وأنت عرفت طباعي صحيح. لازم بقى ادخل بمرحله اعرف اتعامل مع هي طباع، ان كانت عصبي مزاج بيكون تعود سيء يعني. خلص بيكون في عامل من الاندماج الحياتي بين الشخصين تمام. هلا قصه انه كل واحد لازم يعرف نمط الثاني بس بحقيقته، مو شيء بس هو اللي شايفه. عم نحكي قطعنا مثلا هاي سنتين ثلاثه بتلاقي في ناس هلا هاي الفتره بعد 10 سنين بعدهم عم يتخانقوا نفس التفاصيل تمام. هلا هون بقى بتصير الكوارث. لذلك نحن بفتره الخطبه كل واحد لازم يفهم نمط الاخر. طبعا نمط الاخر مو بس مش شيء من التصرفات اللي عم نشوفه، نحن المشكله انه كل واحد بيتعرف على الاخر بس من التصرفات. بعدين بيكتشف انه لا في شغلات ثانيه. فهون لما نحن طبعا هون بقى بتجي الدراسات، لما مثلا نعرف نحن نمط هذا الشخص من مثلا او اب من شكله، نعطي تقريبا فوق 50% من الصفات تبعه. هون بقى الشغله اللي بتصير الواحد بيعرف انه هذا الشيء هذا الشخص هدول الصفات هن موجودين فيه. هلا طبعا ممكن يعدلها ممكن يغيرها مع مرور الزمن. طبعا اوقات كثير لما بيجوني اثنين مخطوبين او مثلا بتجيني وحده مخطوبه، فبلش بعطيها مبلش بنمشي بخطه مشان عن جد تعرفه من طريقه مثلا في اسئله معينه في تصرفات معينه، فتكتشف هون وين عن جد النقاط الضعف عنده ونقاط القوة. هو نفس الشيء، وين نقاط القوة وين نقاط الضعف. هلأ في عنا مشكلة إنه أوقات الواحد بيكتشف نقاط الضعف، بس في بعض الأشخاص بتستغلها
بشيء سلبي. هلا طبعا كل واحد لازم يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف عند الاخر، لكن ليستفيد منه بالتعايش المشترك ونعيش حياه سعيده، مو مشان نستغلهم، هي اهم نقطه، مو مشان يهتوا مثل تمام مو مشان يهتوا. طيب كمان استاذه رهف، يعني هلا قد ما حكينا نحن عن فتره الخطبه ما في مجال، دائما الاشخاص بالعموم بيحاولوا يقدموا حالهم بأبهى صورة بهي الفترة، خصوصا العشرة كتير بتفرق. اليوم أنا لما أكون أنا وشخص مع بعض لحالنا غير لما نكون قدام أهلنا وقدام المجتمع وبأماكن عامة وبأوقات قليلة، يعني حتى فرص النقاش رح ندخل فيها ما رح تكون غير هي الأكلة طيبة، شو رأيك شو رأيك بلبسي، شو رأيك بلبسي، وين بدنا نساوي، شو بدنا نعمل، هي التفاصيل رح يدخلوا فيها بالعموم، ما رح يدخلوا بخناق وبنقاش وبالحياة. أما اليوم في نقطة مرينا عليها مرور الكرام، اللي هي الفرق التعامل بين المرأة والرجل اصلا باسلوب التفكير. يعني المرأة عندها عاطفية، عندها قدرة انه هي تدخل بادق التفاصيل، بينما الرجل بيكره التفاصيل، يعني هو بيقول لها اعطيني من الاخر، هو بده الزبدة بالحديث، هي مصرة تكون لانه هذا الاسلوب. وبالنهاية اذا بتقري وكلياتنا بنقرا على النت المشاكل اللي بيقعدوا بيحكوا فيها، انه هو لو سمعني او لو قال لي كلمة حلوة انا كنت رضيت، بس هو لانه رد علي هي المعضلة بطريقة التفكير. اليوم انا كيف فيني اسقطها فكفكها هيك شوي واعطيها حقها، لحتى مو بس بالحوار، باي شيء بالحياه. هلا من فتره حطيت بوست على الفيسبوك على صفحتي، فانه حكيت فيه انه حوار معين كان شغله كثير كثير صغيره، يعني على مستوى مثلا هي لبسه فستان حلو وهو ما انتبه، فهون بلشت المشاكل، انه انت مالك شايف، انت مالك منتبه. يعني وين المشكله؟ بلشوا بقصه فستان، تمام، وكبرت وكبرت وصارت الخناقه وكبرت اكثر، واخر شيء قرروا انه كل واحد يترك الثاني. فتخيلي قديش مواضيع لما بيراجعوا افكارهم بيراجعوا المشاكل بالاوان، جد مواضيع كثير سخيفه بسيطة ما لها معنى. لكن في نقطة، بس رغم بساطة لازم، لكن هي مهمة، هي مهمة. يعني مثلا على سيرة انه مثلا هي لبست فستان وهو ما شافه، فأول شيء لما هي بتزعل بتتضايق بتنقهر، هلا طبعا عاطفية، طبعا المرأة لازم تبلش تفكر بطريقة شوي عاطفية منطقية أكثر، تعرف انه اوكي كيف بدها تلفت له نظره، كيف بدها تخليه انه يشوفه ويحكي. هلا ممكن مثلا أول مرة ما ينتبه، لكن هون بقى ايش قلت لكم، في عندها الحنكه تبعها انه هي ما تتصرف بشكل طبيعي وبشكل عفوي. احنا عندنا مشكله انه بالحياه الزوجيه واكثر شيء عند المراه انه هي بتتصرف بعفويه، عفويتها بتخلي الطرف الاخر اوقات كثير ما يتقبلها. طب اخي تقبلني مثل ما انا، ما بتزبط ابدا. لذلك العفويه ممكن واحد يتصرفها مع رفقاته يفهموه خلاص هالكم ساعة، لكن بالحياة الزوجية في شيء نحن في مخططات نشتغلها. أوقات كتير بيقولوا لي يعني حس حالنا كأنه عم لعب لعبة، صحيح، يعني أنت عم تقولي بعد مخططات بس بيقول لك شلون العفوية هي ولا ما في عفوية. العفوية عن جد بتفوت بمشاكل كتير كتير كتير. هلأ كتير، يعني مثلا من فترة أو هلأ جايتني استشارة واحدة متزوجين صلون تقريبا شيء 7 أشهر، كتير في مشاكل بيناتهم قادرين يتركوا، فبعدين بلشنا نشتغل على قصة انه هي بتشتغل على عفويتها، مثلا تضايق من الموضوع دغري بتحكي انه انا تضايقت، هو مثلا تضايق من الموضوع حمل حاله وترك البيت ومشي. انت عم تحكي بتعبر واحد، يعني بيعبر بمشاكل كتير عفوي، بتفرق عن طريقة التصرف العفوية. يعني انا اذا بتضايق منك ممكن اقول لك بوشك، فهي لا، هي تهذيب تصرفاتك لاقدر انا مع الاخر يكون. وبنفس الوقت كمان مو انه مثلا متضايقة منه انه كمان بتقلب وشها وخلص وما بتبدا تحاكيه وبتاخذ موقف، لانه كمان هو الثاني بصير بياخذ موقف. هون بقى انا دائما ليش بركز، لانه عن جد المراه هي اذكى من الرجل، وهي عندها القدره انه هي تديره مثل ما هي بدها. والله رح يزعل منك هلا للحديث تتمه ما رح ينتهي اكيد، والحوار بيننا وبين الانثى والانثى ما رح ينتهي. بنتمنى الكل يكون استفاد اليوم شوي من هالحوار القصير معك. محطات قادمه اكيد رح نكمل حديثنا بخصوص هيدا الموضوع، ويمكن مثل ما قلتي شوي منه وشوي منا تمشي الحياه، لانه نحن فعلا عم نعيش بظروف حياتيه مجتمعيه اقتصاديه قاسيه، فبتلاقي هي الضغوطات بتلاقي
بينعكس على الاثنين على الفردين. بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا كثير لكم، كل عام وانتم بخير. بدنا نشكرك، اثرتي جدل بيناتنا ومع حتى الكنترول كمان. اثرتي جدل حلوه الجدل اللي اثرتيه الصبح، شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا كثير.